هلو، عمركم عملت ورقة شجر بالمكرمية؟ يلا بينا النهاردة نعملها مع بعض. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض مكرمية، نشتغل حاجة صغنطوطة قوي وهي الورقة بتاعة الشجر. بتكون شكلها حلو قوي، بتصلح ديكور، بتصلح تكون ميدالية صغنطوطة كده، شكلها بيكون شيك وليها اشكال كتيرة جدا. النهاردة هنعمل منها ابسط شكل ممكن تشتغليه، حتى لو ملكيش في المكرمية هتقدري تعمليه. يلا بينا نبدأ. هنستخدم مع بعض حبال المكرمية، والحبال دي انا مش عاملاها مخصوص ولا حاجة، لأ هي بواقي من حاجة صغيرة تشوفوها الفيديو الجاي ان شاء الله، هتكون خاصة برمضان وهتشوفوا ورقة الشجر دي ان شاء الله هنستخدمها في ايه الفيديو اللي بعد ده تحديدا. زي ما انتم شايفين بنقي اطول فتلة ممكن استخدمها، ولقيت واحدة معقولة اهي اقدر ابني عليها ورقة الشجر، لقيت واحدة اطول اهي اقدر ابني عليها ورقة الشجر بتاعتي. كل اللي انا بعمله بمسك اتنين بيكونوا بالمنظر ده، اي اطوال عندك استخدميها ما تعقليش الامور. اوكي، اول واحدة هاخدها واحطها تحت الطويلة دي، تاني واحدة هاخدها بالعكس، شايفين دي معمولة ازاي؟ عكسها على طول هحطها فوقي، اصبح الحبل الطويل ده في النص ما بينهم. الطرف ده هاخده ادخله من هنا، والطرف ده هاخده ادخله من الجنب التاني، وبعدين هشد. سهلة كده، هي دي ببساطة ورقة الشجر. كل اتنين باخدهم، واحدة بتكون تحت والتانية بتكون فوق بس عكس، باخد دي ادخلها في الفتحة دي، وباخد دي ادخلها في الفتحة دي. اوكي، وبشد، وعشان اظبط كل حاجة بشد قوي، وبعدين برضو نفس الطريقة. طيب بفضل كده لحد امتى؟ لحد ما انتي اللي بتقولي انه خلاص كفاية كده. الشكل ده اهو، والتانية كده. وببساطة شديدة الشكل اللي احنا شغالين عليه ده هو اللي بيحدد لي المنظر بتاع ورقة الشجر، اللي هي بتكون الاطراف بتاعتها، والطول ده ممكن جدا يكون طول ورقة الشجر بل اكبر من كده، وفي ناس كتيرة بتعملها بالاشكال اللي انتوا شايفينها حاليا على الشاشة، فبتكون طويلة وكبيرة وبتكون لوحدها كده ديكور، مش لازم حتى ندخلها في شكل، ولكن طبعا حجمها بيكون اكبر من الحجم اللي احنا شغالين فيه حاليا. نكمل مع بعض بالشكل ده، واحدة لتحت والتانية عكسها بس لفوق، من الفتحة دي هنا ومن الفتحة دي بطلع التانية. زي ما انتم شايفين هي نفس الفتلة ونفس الفتل اللي حواليها، بيبقى عندي فتلتين كده اهو، واحدة بنزلها تحت الفتلة اللي هي ثابتة، والتانية فوقيها. تمام، ولكن الدايرة من هنا بتكون من هنا العكس. اوكي، بدخل طرف دي هنا والطرف دي في الجانب التاني، وبشد الاطراف، ملي على طول العقدة اللي انتوا شايفينها. ترى دلوقتي نقص كل ده من الجنبين، دلوقتي بقى هبتدي ان انا اعمل المنظر بتاع الورقة بتاع الشجر نفسها. ببساطة همسك كده هفتحها، وكل واحدة هبتدي ان انا ايه اشدها عن بعضها كده، هتديني منظر المزجزج اللي انتوا شايفينه ده، كلهم يمين وشمال هعمل فيهم نفس الحركة. وقت اصلا ما بنفتحها كده بنروح شدينهم بعيد عن بعض، بيفتحوا بما انهم قصيرين مش هياخدوا معانا ايه وقت. ممكن طبعا لو عندك الفرشة بتاع شعر الحيوانات دي ممكن تعملي بيها بالشكل ده. ترى زي ما انتوا شايفين ده شكلها. دلوقتي هعمل حاجة بسيطة، وهو ان انا هظبطها كده، ومرة اخيرة بصوا بنعمل كده، بنشد الفتل من بعضها وبعدين بنفتحها كده.
طبعا لو انواع تانية احنا بنسرح الخيط عادي، بالذات لو خيوط صوف، يعني اي مشط قديم هيظبط الموضوع ده معاك. وادي الجوانب يمين وشمال اهو، هنعمل بقى حركة كده عشان نقدر نقصها ونكون شكلها حلو. هجيب بلاستر، بلاستر ورق، بلاستر عادي مش فارق يعني، وهبتدي اظبط اهو. ونفس النظام الجانب التاني اهو، وبالمقص او القصافة، وهبتدي اقص كل الخيوط اللي هي بره البلاستر. وهشيل البلاستر وهحاول ان هي تكون شكلها مقبول كده، فهعدل شوية. طيب انا عاوزاها ثابتة عشان اقدر اعلقها، لان دي هتتعلق، فبكل بساطة كده. وهجيب غرا ومية وابتدي ارش عليها كده غرا بمية، ويفضل نسيبها في نفس المكان اللي هنعملها فيه. وطبعا اي زوايد هتبقى مش عجباني هشيلها بعد ما تنشف، مش هتفرق معي. اوكي، زي ما انتم شايفين كده رش عليها كده. اوكي، ارجع لكم بعد ما تنشف تشوفوا شكلها بقى عامل ازاي. ترى زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي. وطبعا هي نشفت، هي بس مزجزجه كده لانه انا سبتها زي ما هي. طبعا لو سرحتها بمشط هتكون انشف، والشكل ده مش جاي كيرلي كده، بس انا حباها تكون بصراحه منكوشه بالمنظر ده. وطبعا انا اللي حاطه فيها برضو الخرزايه دي. تعالوا نظبط التانية. طبعا في ناس ممكن ما يكونش عاجبها الشكل العشوائي ده من الجوانب وعايزاها تكون معمولة كده، فكل اللي احنا بنعمله عشان بس يعني معلومة زيادة وكده، بتني الخيط بتاعي بالمنظر ده وزي ما كنت بعمل في المرة الاولى. باخد شوية اوكي واعمل كده صح، بس كنت ببدل. المرة دي مش هبدل، برضو هاخد التانية وباجي هنا، دي برضو بطلعها كده وبروح احط بواقي الخيط كده. اوكي، وبسحب. وزي ما انتم شايفين دي النتيجة بتاعت ورقة الشجر بتاعتي. وكده نكون خلصنا النهاردة. لو عجبكم اللي احنا عملناه لايك وسبسكرايب، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الفيس والانستا لو حابين. مع السلامة، باي.